هذا هو شاعر شبوة يسلم بن علي، الشاعر اللي تدفق عطاؤه إلى خارج الوطن وكان للمملكة العربية السعودية نصيب كبير من قصائده. لكن ليش كان النصيب الأكبر للمملكة بالتحديد؟ كان طبيعي جدا أن تأخذ المملكة العربية السعودية النصيب الأكبر من قصائد الشاعر يسلم بن علي، لأن فيها رفيق دربه الفنان الراحل طلال مداح. طلال اللي غنى لشاعرنا يسلم بن علي عشرات الأغاني، وأشهرهن أغنيته الخالدة في الوجدان السعودي لما اليوم في سلم الطائرة بكيت غصبا بكيت. لكن إيش اللي يميز هذه الأغنية بالتحديد؟ تميزت هذه الأغنية بأنها الأغنية الوحيدة اللي ظلت لسنوات طويلة هوية موسيقية للخطوط الجوية السعودية وما تزال تردد حتى اليوم. في سلم الطائرة بكيت غصبا بكيت على محبين قلبي عندما ودعوني وشفت محبوبي قلبي بين نخله.